مشاهدينا اهلا بحضراتكم الى هذه الفتره المفتوحه التي نخصصها يوميا لمتابعه اخر المستجدات بالتحليل. واليوم في هذه التغطيه سوف نقف عند النشاط المكثف لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الافريقي في اكرا، كما سيكون معنا محور مهم اخر حول تداعيات انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الامريكي، ومن أبرز المرشحين خلفا له، وما تأثير هذه التغيرات على أزمات المنطقة خاصة الحرب في غزة، وماذا يحمل نتنياهو معه خلال زيارته لواشنطن. نبدأ أولا بنشاط رئيس الوزراء، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر مستعدة للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وقال إن أولويات الرئاسة المصرية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد هي حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية للقارة الإفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت بالعاصمة الغانية أكرا. أؤكد على التزام مصر باستمرار التنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بأجندتنا الإفريقية قدما وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والإقليمي، بما في ذلك عبر تحديد أولويات والتي تم صياغتها بالتنسيق مع الأشقاء وسكرتارية وكالة الميلاد. وتتضمن أولا إيلاء الأهمية لوجود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حشد التمويل لمشروعات البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في الإفريقية إيدا، وممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الأفريقية المشتركة وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أستاذ بلال، يعني بداية، ما هي دلالة المشاركة المصرية الدائمة في التجمعات الإفريقية خاصة في هذا التوقيت والأهمية للبعد الإفريقي حاليا؟ في البداية صباح الخير أرحبكم مع كل السادة المشاهدين. الدولة المصرية بتسعى إلى الذهاب إلى القارة الأفريقية، خاصة النهاردة العالم كله النهاردة بيبص على القارة الأفريقية على أنها منجم للموارد الاقتصادية الضخمة، سواء كان موارد بشرية أو حتى موارد طبيعية. يعني بنلاقي النهاردة أن أفريقيا بها 7% من المخزون الاستراتيجي للنفط، فيها 13% من الغاز الطبيعي، 40% من مخزون الذهب، بالإضافة طبعا للمعادن المنتشرة في القارة الأفريقية، واللي بتمثل هي المصدر الرئيسي للمواد الخام اللي بتستخدمه بقيه القارات، خاصه القاره الاوروبيه والصين تحديدا. وبالتالي النهارده فالموارد الطبيعيه اللي موجوده كان بيستبق يتم تصديرها زي ما هي الى الدول الصناعيه الكبرى. الوضع النهارده وده كان ليه نتائج اقتصاديه سلبيه على الوضع في القاره الافريقيه بشكل كبير، من انتشار الفقر وانتشار معدلات البطاله وعدم قدره الدول الافريقيه مجتمعه على احداث تنميه في الدول الافريقيه. الوضع النهارده اختلف. النهارده الدول الافريقيه كلها بشكل كامل بقت مجتمعه على عدم تصدير المواد الخام زي ما هي، وبالتالي اضافه عمليات واضافه قيمه مضافه من خلال اجراء عمليات تصنيعيه في الدول الافريقيه، خاصه بما تتميز به القاره السمراء من موارد بشريه ضخمه، خاصه اللي بنشوف ان عدد سكان الدول الافريقيه نقدر نقول التقسيم الديموغرافي للسكان 60% من حجم عدد السكان هم من الشباب، وبالتالي هي قوة كبيرة جدا إذا ما أحسن استغلالها مع الموارد الطبيعية، وبالتالي ممكن نشوف صناعات حقيقية، ممكن نشوف تطوير للقارة الأفريقية بشكل كبير. الدولة المصرية النهاردة عندها ملفات واضحة هي الدخول في العمق الإفريقي، خاصة أن مصر هي بوابة الدخول للسوق الإفريقي. النهاردة الدولة المصرية وفقا والهيكل حتى الإداري المعلن بمجلس الوزراء، بنشوف النهاردة لأول مرة يكون في نائب رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن ملف تطوير الصناعة ومسؤول عن ملف الصناعة بشكل كبير، وبالتالي الدولة بتستهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعميق التصنيع المحلي، وبالتالي خاصة الدول الأفريقية هي سوق خصب جدا لتصريف المنتجات المصرية وغيرها، وبالتالي نقدر نقول إن
المقاولات مثلا والدوله والدول الافريقيه هي نقطه الضعف اللي فيها، محتاجه بنيه تحتيه ومحتاجه تطوير للبنيه التحتيه اللي عندها. الدوله المصريه النهارده احنا متميزين جدا في المجال ده، فبالتالي فرصه جيده لشركات الموجوده لقطاع المقاولات ان هو يقدر يستثمر في الدول الافريقيه. الدول الافريقيه كمان متميزه في مجال الزراعه، وبالتالي النهارده هي احد اهم المعوقات والتحديات اللي بتواجه العالم كله النهارده ملف الامن الغذائي، خاصه لما بنشوف ان منظمه الغذاء العالميه بتحذر ان 10% من سكان العالم حوالي 768 مليون شخص حول العالم بيواجهوا مخاطر الفقر ومخاطر نقص الغذاء، يعني خاصه في ظل التغيرات المناخيه النهارده اللي ادت الى تناقص مساحه الاراضي الزراعيه وضعف انتاجيه الفدان. وبالتالي النهارده الدوله بتسعى بشكل كبير جدا الى العمق الافريقي، نقدر نعمل نشوف ايه المزايا النسبيه اللي بتمتع بيها الاقتصاد المصري والمزايا النسبيه اللي موجوده في الدول الافريقيه. ملف الطاقه برضو مش بعيد تماما عن ملف الغذاء، وبالتالي وهو امن اخر، وبالتالي النهارده الدول الافريقيه بتشتغل على الملف ده. احنا كمصر الدوله يمكن الوحيده في المنطقه اللي بدانا نشتغل على الهيدروجين الاخضر، وهي نقطه مهمه جدا نقدر نعمل بيها تنويع في مصادر الطاقه، فبالتالي افريقيا هي عمق استراتيجي للدوله المصريه. نعم، طيب ما اهم الملفات المطروحه على اجنده الاجتماعات وترتيبها بالاولويه؟ لانه كل دوله على راس اولوياتها قضيه مختلفه او مشكله مختلفه، هل في تشارك او في عوامل مشتركه بين اكثر من دوله افريقيه تجعل الاجنده متقاربه وبالتالي ترتيب مناقشه الموضوعات شبه متوافق؟ احيي حضرتك على السؤال ده، لان سؤال مهم جدا، خاصه لما بنشوف النهارده ان التحديات اللي بيواجهها العالم كله يمكن تكون متشابهه، الوضع في افريقيا مختلف بعض الشيء، خاصه لان احنا لما بنشوف النهارده ان الديون العالميه، وهو ملف الديون ده من اهم الملفات اللي موجوده النهارده وبيتناقشها كمان المجتمع الافريقي او الدول الافريقيه مجتمعه، خاصة لما نشوف ان حجم الديون في العالم كله وصل الى حوالي 315 تريليون دولار، خاصة مع ارتفاع اسعار الفايدة عالميا جراء ان البنوك المركزية حول العالم اتجهت للتشديد النقدي، وبالتالي ارتفعت اسعار الفايدة ومعها ارتفعت حجم الديون. لما بنشوف الديون على القارة الافريقية نسبتها من اجمالي الديون العالمية تقريبا الثلث، حوالي 105-110 تريليون دولار، وبالتالي ملف الديون هو ملف مهم جدا. الدول الافريقية بتسعى الى وجود مصادر ومؤسسات تمويل افريقية تقدر تعتمد عليها، وبالتالي تخرج تحت من تحت عباءة وهيمنة الدولار الأمريكي على الدول العالمية وعلى مؤسسات التمويل الدولية، سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. بنشوف النهارده مرور 50 عام على إنشاء بنك التنمية الأفريقي، البنك ده مهم جدا، إذا ما أحسن تطوير وإيجاد آليات تمويل تناسب الدول الأفريقية، خاصة أن الدول الأفريقية لديها موارد طبيعية، عندها الموارد البشرية، محتاجين تمويل، ده جزء مهم جدا في احداث طفره في العمليات التصنيعيه والنمو الاقتصادي في الدول، خاصه ان المشروعات اللي محتاجها الدول دي مشروعات محتاجه نقدر نقول تكاليف استثماريه عاليه جدا، خاصه التكاليف الاستثماريه المتعلقه بملف الطاقه. مشكله الديون ومشكله ارتفاع الفوائد دي من اهم المشاكل من وجهه نظري فيما يتعلق بالدول الافريقيه، وهي متشابهه تماما في كل الدول الافريقيه. النقطة الثانية طبعا مشكلة الطاقة ومشكلة الأمن الغذائي، أعتقد إن هما المشكلتين دول وإن كانوا موجودين في القارة الأفريقية إلا إن هما موجودين كمان للعالم كله النهارده بيواجه خطرهم، وده ظهر حتى في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء النهارده، هو بيتكلم على مشكلة الصراع الروسي الأوكراني والتوترات العسكرية اللي موجودة في الشرق الأوسط واللي أدت إلى صعوبة نقل وتداول السلع ما بين الدول وبعضها، وأدت إلى ارتفاع تكلفة النقل، وده كان سابق جرس انذار لكل الدول وخاصة الدولة المصرية النهارده اللي بدأت تشتغل في ملف الزراعة بشكل كبير جدا، وبالتالي النهارده الدول الأفريقية إذا ما أحسن استغلال الموارد النسبية لكل اقتصاد، وبالتالي تحقيق تكامل اقتصادي، خاصة إن احنا عندنا مزايا نسبية موجودة مع الدول الأفريقية، إقامة سوق مشترك، إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري، وبالتالي التبادل التجاري هيزول المعوقات اللي موجوده من جمارك، من رسوم مفروضه ما بين التبادل التجاري والتجاره البينيه ما بين الدول، خاصه لما بتشوف ان الدول الافريقيه في التبادل التجاري ما بين كل دوله وبعضها منخفض اذا ما قارناه ما بين التبادل التجاري ما بين الدول الافريقيه والدول الاوروبيه والصين مثلا على سبيل المثال، وبالتالي النهارده بنسعى الى اقامه سوق مشتركه تجمع الدول الافريقيه، يكون هناك سوق حره يجمع التبادل التجاري ما بينهم، وبالتالي ده بينعكس طبعا على معدلات التنميه، بينعكس على انخفاض معدلات البطاله
وتخفيض معدلات الفقر في الدول الأفريقية. نعم. طيب هذه القمة تتزامن أيضا مع رئاسة مصر لهيئة النيباد المعنية بالتنمية في القارة الإفريقية. ما هو مردود ذلك على الاجتماعات الحالية برأيك؟ أعتقد أن دلوقتي أن مصر ليها دور كبير جدا في مع الدول الأفريقية، خاصة أن مصر هي الدول اللي ساعدت الدول الأفريقية على تحرير أراضيها. مصر كان ليها دعم طويل جدا في مجال التنمية، ممكن نقل خبرات مصر فيما يتعلق حتى في البنية التحتية، وده ملف مهم جدا. هناك مصالح مشتركة ما بين الدول الأفريقية، وبالتالي أنا شايف أن دي فرصة مهمة جدا للدولة المصرية أنها تقيم علاقات اقتصادية متوازنة مع الدول الأفريقية. هنعكس ده على قدرتنا على أن احنا نصدر، وبالتالي وده ملف مهم جدا، خاصة أن احنا بوابة الدخول للسوق الأفريقي. قناة السويس اللي بتمثل حوالي 12 ل 15% من حجم التجارة العالمية نقطة مهمة جدا ممكن نستغلها في وجودنا في الدول الأفريقية وفي وجودنا في تجمع أفريقي، نعمل عملية تبادل للتجارة بشكل كبير جدا. وأعتقد ده بينعكس كمان على حجم الاستثمار الأجنبي اللي احنا بنجيبه من الدول الأفريقية، خاصة لما بنشوف النهاردة حجم التبادل التجاري ما بين مصر وما بين الدول الأفريقية ممكن يكون بالمقارنة بقى بدول الاتحاد الأوروبي مش أحسن حال، ولكن أعتقد أن المستقبل القريب سيشهد ده. وده بنشوف النهاردة السيد رئيس مجلس الوزراء في زياراته حتى للدول الأفريقية وممثلي الدول الأفريقية في زياراته من مصر بيتم التعاقد على مشروعات فيما يتعلق سواء كان البنية التحتية، ملف الطاقة، ملف الزراعة. أعتقد أن احنا هنشوف في الفترة القادمة طفرة في مجال التعاملات والتبادل التجاري ما بين مصر وبين الدول الأفريقية. نعم. أستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. نتحول إلى الملف التالي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا عزمه عدم الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل، ودعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لهزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. قرار بالغ الأهمية قد يغير ملامح الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل. الرئيس الأمريكي جو بايدن يقرر الانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء حملاته الانتخابية ليضع الحزب الديمقراطي في منطقة مجهولة قبل أقل من شهر من موعد إعلان المرشح النهائي للحزب. يأتي قرار بايدن بالانسحاب من السباق بعد حملة ضغط استمرت أسابيع من أبرز قادة الحزب الديمقراطي وكبار داعمي الحزب، بالإضافة إلى انخفاض مؤشراته في العديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت عدم رغبة العديد من الناخبين الديمقراطيين في ترشيح بايدن. وفي بيان عبر حسابه الرسمي الأمريكي قال بايدن أنه يعتقد من مصلحة حزبه وبلده أن يتنحى ويركز فقط على أداء واجباته كرئيس خلال الفترة المتبقية من ولايته. الرئيس الأمريكي أضاف أنه يريد أن يقدم دعمه وتأييده الكاملين لكاميلا هاريس لتكون مرشحة حزبه الديمقراطي هذا العام، وأنه حان الوقت للديمقراطيين أن يتوحدوا لهزيمة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. لكن قادة الحزب الديمقراطي اقترحوا إجراء مسابقة مفتوحة إما قبل أو أثناء المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي يبدأ في 19 من أغسطس المقبل في شيكاغو لتحديد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية فإنه إذا لم يتم تحديد مرشح ديمقراطي يوافق عليه الأغلبية ليحل محل بايدن قبل انطلاق المؤتمر، فسيكون أول مؤتمر ديمقراطي مفتوح يشهد تنازعا على بطاقة الترشح للرئاسة منذ عام 1968. من ناحية أخرى علق ترامب على قرار انسحاب الرئيس بايدن قائلا إن هزيمة نائبة الرئيس كاميلا هاريس في الانتخابات الرئاسية ستكون أسهل من هزيمة بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة. المرشح الجمهوري قال إن بايدن لم يكن مؤهلا قط لأن يكون رئيسا، وأن مؤسسة واشنطن ووسائل الإعلام بذلوا كل ما في وسعهم لحماية بايدن لكنه ترك السباق الانتخابي. من جانبه أشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ جاك شومر بقرار الرئيس بايدن ووصفه بأنه وطني عظيم بعد إعلان انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض،
وقال إن الرئيس بايدن وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبل الحزب في المقام الأول. زعماء الحزب الجمهوري دعوا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التنحي عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إعلان بايدن إنهاء حملته الانتخابية والانسحاب من السباق الرئاسي 2024 قبل 4 شهور من موعد الانتخابات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل، هل التطور الأخير وانسحاب بايدن من سباق الرئاسة في الانتخابات الأمريكية يعكس تخبطا داخل الحزب الديمقراطي برأيك؟ يعني تحياتي ليكي ولكل السادة المشاهدين. خلينا نقول إنه يعني كانت هناك بعض الأحداث والوقائع الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مناظرة الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب، ثم محاولات الاغتيال، ثم توحد الحزب الجمهوري خلف بايدن خلف ترامب، واختيار جي دي فانس نائبا له في الانتخابات القادمة. شعر الحزب الديمقراطي في هذه اللحظة أن بايدن لا يمكن له أن يهزم ترامب في الانتخابات القادمة، وبالتالي بدأت التحركات من قادة الحزب الديمقراطي الكبار للضغط على جو بايدن للانسحاب وترك الأمر لمنافس آخر يستطيع هزم أو هزيمة ترامب في الانتخابات القادمة. ويعني تمثل هذا التحرك من قادة كبار، منهم نانسي بلوسي رئيس مجلس النواب السابقة، أوباما الشخصية الأكثر تأثيرا في الحزب الديمقراطي، تشاك شومر زعيم الأغلبية، وتم الضغط على جو بايدن بشكل أو بآخر. هناك كواليس يعني تحت الطاولة لم يعلن عنها بعد، يعني الأمر اللي ترامب خرج وقال أنه تمت الإطاحة بجو بايدن وإجباره على هذا القرار، وبالتالي أنا بعتقد أنه ما زال هناك قادة ديمقراطيون استطاعوا الضغط على جو بايدن يعني ترك الأمر وانسحابه من السباق الرئاسي. وهو ما يمكن أن نفهمه أن هناك يعني هؤلاء القادة الذين قدموا مصلحة الحزب وقدرة الحزب على المنافسة سواء في الانتخابات القادمة الرئاسية أو حتى التشريعية، سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وبالتالي وقفت جو بايدن وحيدا واخذ هذا القرار. يعني ما حدث ليس انشقاقا داخل الحزب الديمقراطي، انما هو تحرك لاجبار الرئيس جو بايدن على ترك المنافسه، ويعني الدفع بمرشح اخر قد يكون من وجهه نظرهم قادر على هزيمه ترامب. الامر اللي ممكن يعيد الحزب الديمقراطي لقوته لتماسكه لقدرتهم على اختيار شخصيه قد تستطيع أن تؤدي أداء جيدا في فترة زمنية هي الأقل من 4 أشهر، ولكن في كل في هذه الفترة من الممكن أشياء كثيرة تحدث، وأن يكون هناك مرشحا سواء كان كاميلا هاريس أو اختيار شخصية أخرى. فيما يتعلق بالمرشحين من الحزب الديمقراطي، يعني هناك أكثر من شخص مرشح، لكن الأوفر حظا وأيضا المدعوم من قبل الرئيس بايدن كامالا هاريس. ما هي فرص كامالا هاريس لتحصل على هذا المنصب، أخذين في الاعتبار أن هناك أسباب كثيرة أيضا قد تجعل الأمريكيين يفكرون قبل ترشيحها في مقدمتها أنها من أصول إفريقية مثلا؟ ده حقيقي. يعني خلينا نقول انه كاميلا هاريس ووجودها في منصب نائب الرئيس طوال فترة جو بايدن، فهي تتحمل الاخطاء التي من الممكن ان يتم الدفع بها من قبل الجمهوريين. يعني كمان ظهورها على الساحة لم يكن هذا الظهور المبهر، ولم تؤدي اداء استثنائيا كما وصفها جو بايدن. بالعكس، انا بعتقد انه عدم تأييدها رغم هناك تأييدات ضخمة اتت من الحزب الديمقراطي لكاميلا هاريس، 27 عضو ديمقراطي، 51 عضو من مجلس الشيوخ، هناك الكثير من حكام الولايات اعلنوا تأييدهم، الا انه الشخصيات الاكثر تأثيرا داخل الاداره الديمقراطيه كنانسي بلوسي واوباما وغيرهم لم يعلنوا تأييدهم الكامل ل
كاميلا هاريس، واعتقد انه هناك مفاجآت قد تحدث في اجتماع الحزب القادم، ويتم الدفع بشخصيه جديده قادره. يعني الولايات المتحده لم تعدم الشخصيات ولم تعدم الكفاءات ليتم الدفع بمرشح جديد يكون استثنائيا. يعني خلينا اقول لحضرتك انه الحزب الجمهوري ايضا جهز ملف كامل للطعن في كاميلا هاريس ومهاجمتها، وبالتالي هي احد اهم يعني الرموز او الشخصيات اللي لو تم الدفع بيها لن تؤدي اداء جيدا، ولن تستطيع في معظم الاحيان او في يعني الاحتماليه الكبيره لن تستطيع هزيمه ترامب في الانتخابات القادمه. وبالتالي انا بعتقد انه كل السيناريوهات مطروحه، قد يكون هذا هو الاحتمال الاكثر شهره، ولكن يعني دائما ما يفاجئنا الحزب الديمقراطي باختيارات ويعني الدفع بشخصيات تكون استثنائيه قادره على قلب الطاوله وان يحدث تغييرا حقيقيا داخل الانتخاب يعني في الانتخابات القادمه. من وجهه نظر الشخصيه، وهذا ليس خبرا او انما هو مجرد تحليل لي، ان الدفع بكاميلا هاريس يبقي الامر على ما هو عليه، ستظل هذه الانتخابات كاننا في مرحله حكم بايدن ومهاجمه كل ما يمثل الارث لهذا الرئيس ونائبه. نعم، في وجهه نظر تقول انه من الناحيه العمليه الاجرائيه وانه تم بالفعل جمع اموال لحمله الدعائيه لجو بايدن، وبالتالي هذه الاموال ستتحول بشكل روتيني الى كمالا هاريس اذا ما تم ترشيحها، لكن فكره جمع اموال الى مرشح جديد في فتره زمنيه قصيره ربما تكون غير عمليه، وبالتالي تأتي من هنا وجهة النظر أن كمالا هاريس هي الأبرز حظا من الناحية الإجرائية أيضا. دي رؤية حقيقية ودفع منطقي جدا، لأنه يعني جو بايدن لم ينسحب منذ البداية وتأخر كثيرا، وكل هذا التأخير أثر على حملة الحزب الديمقراطي بشكل أو بآخر. الدفع بمسألة أن هناك أموال دفعت للحملة الانتخابية هذا حقيقي، وأن نائبة الرئيس التي تم دعمها من الرئيس بشكل كبير هي الوريث الشرعي لهذه الحملة، إلا أنه الحزب الديمقراطي وهي مسائل كلها لها علاقة بتبرعات وكيانات ويعني تحالفات، هناك كان تعليق كبير من الداعمين والممولين لهذه الحملة. أنا بعتقد أنه في حالة الدفع بشخصية استثنائية تكون جديدة للساحة الأمريكية يعني الجمهور الأمريكي، من الممكن في خلال شهرين أو ثلاثة يتم الدفع بها أن تتحول التبرعات، وان يعني تخيلي حضرتك عندما ياتي اوباما من ترشيحات الحزب الديمقراطي بشخصيه يعني ذات قدرات استثنائيه لها قبول كبير وشعبيه كبيره، ثم يلتف حولها قاده الحزب الديمقراطي، انا اعتقد انه الممولين لحمله الحزب الديمقراطي يستطيع ان يقلبوا الامور راسا على عقب ويوصلون هذه الشخصيه ايا ما كانت الى انتخابات حقيقيه، منافسه حقيقية تستطيع هزيمة ترامب. لكن يعني مسألة الدفع بإجراءات روتينية وإجراءات قانونية قد تزيد من تعقيدات الحزب الديمقراطي اللي بعتقد بيواجه حملة شرسة من مرشح استثنائي هو ترامب عائد إلى الرئاسة بعد 4 سنوات، يستطيع من خلالها أن يقلب الطاولة على الديمقراطيين ويحملهم كل الأخطاء سواء كانت الداخلية أو الخارجية. نعم. طيب، فيما يتعلق بالفترة الزمنية المتبقية، هي فترة ليست طويلة، هل برأيك يستطيع الحزب أيا كان مرشحه أن يحصل هذا المرشح على دعم من الشارع الأمريكي أو الشعب الأمريكي، لأنه الناخب الأمريكي يحتاج إلى مؤتمرات، يحتاج إلى أن يستمع في أحاديث صحفية كثيرة لهذا
المرشح وبرنامجه الانتخابي، ويعني يحلل هذه الشخصية ما إذا كانت تصلح لهذا المنصب أم لا. هل الوقت في مصلحة الحزب الديمقراطي برأيك؟ يعني الكل مجمع على أن يعني جو بايدن تأخر كثيرا في إعلان انسحابه من الترشح، مسألة أن يتم أو يتم إجراء الانتخابات في 5 نوفمبر القادم، يعني أقل من 4 شهور، هي بالفعل يعني فترة زمنية قليلة، خاصة لو دفعنا بمرشح جديد على الساحة الأمريكية. إلا أنه يعني تجهيز وتجييش وتحشيد يعني الأمريكيين من الديمقراطيين والمترددين حول شخصية استثنائية في هذه المرحلة، قد يكون قصر الوقت هو في صالح هذا المرشح لألا يتم البحث في تاريخه أو مهاجمته بشكل كبير. أنا بعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بما تملكه من أدوات ومن ميديا عالمية تستطيع أن تجيش العالم في أقل من 2 شهر، وبالتالي أيا ما كانت الفترة الزمنية هي يعني عامل قد يكون ميزة وقد يكون يعني عيبا كبيرا، إلا أن هناك عوامل أخرى، هي شخصية المرشح، هي تحالف الحزب الديمقراطي خلفه، هي عدم وجود انقسامات، عدم وجود يعني بنتكلم كلنا عن أن كاميلا هاريس يعني حظيت بترشيح العديد من قيادات الحزب الديمقراطي، إلا أنه أهم القيادات في الحزب الديمقراطي لم تدعمها علنا حتى اليوم، وبالتالي إذا استمر هذا الانقسام فسيؤثر على يعني مصيرة المرشح. أنا بعتقد أنه الأهم يعني يستطيع الحزب الديمقراطي أن يضرب مثالا وأن يفاجئ الجميع ب يعني الدفع بمرشح ليس معروفا على الساحة بشكل كبير، ولكنه يمتلك قدرات حقيقية يكون مفاجأة للجميع ويصطف خلفه الأمريكيين والمترددين، وبذلك يستطيع أن يقدم أداء استثنائيا في حملة انتخابية قد تكون هي الأكثر من وجهة نظرهم، ولكن قد تكون في مصلحة المرشح من الناحية الأخرى. نعم، دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. وفي نفس السياق ينضم إلينا أيضا من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل، بطبيعة الحال أحد الملفات الرئيسية المطروحة على أجندة الرئيس الأمريكي القادم الصراع العربي الإسرائيلي، أو يعني مؤخرا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كيف ترى تأثير هذا التحول وانسحاب بايدن من السباق الانتخابي؟ كيف ترى تأثيره على هذه الحرب التي كان بايدن طرفا أساسيا فيها طبعا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ تحياتي لك بداية ولجميع المتابعات والمتابعين. دعينا نقول بداية أن كل القضايا الخارجية في الانتخابات الأمريكية هي ليست بالأفضلية الأولى لمزاج الناخب الأمريكي. الأمر الأساسي هو ما يتعلق بالأمور الداخلية والملفات الاجتماعية، الملفات الصحية، الملفات أماكن العمل وما إلى ذلك. ولكن علينا أن نرى أن هذه الانتخابات بالذات كان تأثير الملفات العالمية أعلى من أي انتخابات سابقة، سواء الحرب في أوكرانيا وسواء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكونا يعني شكلا من أشكال التأثير الغير مسبوق في مجالين كبيرين. المجال الأول هو مجال الشباب وجمهور الشباب وطلاب الجامعات، ورأينا ذلك كثيرا، وبدء طرح الأسئلة الكبيرة حول ماهية الديمقراطية في الغرب وسياسات الغرب تجاه الشعوب الأخرى والعالم. والنقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن بداية الانتصار لشعبية بايدن بدأت في ما يسمى الولايات المتأرجحة، خاصة عندما تم الاحتجاج من العديد من المصوتين العرب والإسلام والشباب في هذه الولايات المتأرجحة، ومن هناك بدأ التصدع في شعبية بايدن، ولكن ليست هذه كل الأسباب التي أدت إلى هذا التصدع الكبير وصولا إلى تنحية بايدن. علينا نقول أن التنحية ستؤثر بجانبين. الجانب الأول سيكون نتنياهو
قلقا كثيرا في هذه الفترة، ولأنه بنى على أن يعود ترامب وأن بايدن ذاهب، وبنى كل استراتيجية خطاباته في الكونغرس بهذا الاتجاه. الآن يضطر إلى تغيير العديد من هذه النصوص. والنقطة الثانية أنها ستسرع برأيي بقضية صفقة تبادل أسرى، إذا كان نتنياهو مترددا بالسابق أن يقوم بالصفقة بين زيارته للولايات المتحدة والانتخابات الأمريكية بشهر 11، الآن يذهب أكثر باتجاه ضرورة تعاقد هذه الصفقة، لأن الأمور عادت تصبح ضبابية حول الحملة الانتخابية في داخل الولايات المتحدة بعد هذا التغيير دراماتيكي هذه الليلة. نعم. طيب نتنياهو خلال الساعات المقبلة سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة مهمة في وسط تطور جديد في السياسة الداخلية الأمريكية. كيف ترى تأثير ما حدث على زيارة نتنياهو؟ هل تتوقع أن يكون هناك اختلاف في أجندة النقاش، على اعتبار أنه من المحتمل أن تكون هناك إدارة أخرى في القريب؟ بالتأكيد سيكون هناك تغيير في التوجه نتنياهو، وسيضطر إلى تغيير العديد من خطاباته ونصوصه، على الأقل تعديل كبير في نقطتين كبيرتين. وبدأنا نسمعهما عندما صرح تصريحه الأول قبل خروجه من إسرائيل إلى الولايات المتحدة. هو بدأ أكثر يعني رجلا رسميا، وبدأ يتحدث على العلاقات إن هي بين إسرائيل والولايات المتحدة بغض النظر من سيكون الرئيس، وهذا تراجع عما كان يفكر به كل الوقت. كل وقت كان يهاجم الإدارة الحالية لبايدن ويريد أن يعود ترامب. هذا الخطاب تغير وسيتغير أكثر باليومين القادمين باتجاه التوازن والخطاب الرسمي كما يسمى، وكأنه مندوب إسرائيل مقابل الدولة العميقة الأمريكية، وليس يتدخل في الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية التي ستتغير في رأيي أنه سيقلل كثيرا من الإثراء ترامب، وسيقلل كثيرا من الهجوم على بايدن كما خطط في السابق. فلذلك يعني زيارته دعيني أقول أنها ستكون أقل أضواء عليها نتيجة لهذا التغير الدراماتيكي في الولايات المتحدة، والذي يحتل كل القنوات الإعلامية، وبدت زيارة نتنياهو ثانوية وجانبية وغير مهمة، وغطت على هذه الزيارة. والنقطة الثانية أن تصريحاته لن تكون مثيرة للنقاش كثيرا كما كان مرتبا لها أن تكون. طيب، هو بشكل عام معروف طبعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل على طول الخط، لكن ما هي الاختلافات والفروقات في التعاطي مع هذا الدعم بين الإدارتين الديمقراطية والجمهورية برأيك؟ النقطة الأساسية التي سيطرحها نتنياهو خلافية وتظهر وكأنه يتحدث برسميات ومسؤولية هي قضية إيران. هو يريد أن يطرح أن العدو الأساسي للغرب وللأطلس ولإسرائيل هي إيران وحلفائها، وأنه من غير الممكن المرور على ذلك مر الكرام، وعلى الولايات المتحدة أن تبادر هي بالهجوم على إيران، ليس فقط بالملف النووي وعدم الوصول إلى تفاهم، وإنما أيضا بالردع، ما يسمى الردع. إسرائيل فقدت الردع ولديها ثلاث إمكانيات لإستعادة الردع. الإمكانية الأولى أن تقوم هي نفسها بذلك، وهي فشلت بذلك، ورأينا خلال الأشهر الأخيرة ما جرى مع حزب الله في الشمال، لم تستطع أن تقوم بذلك. الإمكانية الثانية أن تعيد الردع بتغطية غربية وأمريكية كما فعلت في الرد الإيراني بليلة 13 و14 إبريل في سماء تل أبيب وإسرائيل، وهذا أيضا لم يجد نفعا ولا في البحر الأحمر. ولا بقي إمكانية واحدة، وهذا ما يريد أن يؤكده نتنياهو، الإمكانية الوحيدة. شكرا لك. إسرائيل بدفع لحرب إقليمية
تقوم بها الولايات المتحدة لاستعادة الرقابة. نعم، شكرا لك دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. وصلنا إلى نهاية تغطيتنا اليومية لآخر مستجدات الأحداث، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.